اخبارك بان الريزرفاسيون في الدرجه الثانيه غادي تولي بحال الدرجه الاولى باش تمشي جالس في البلاصه ديالك ومرتاح في التران. ويلي لونسيف غادي تعمل نظام جديد ديال الريزرفاسيون اللي غادي يوفر لك المقعد ديالك في جميع القطارات ديال الخط اللي غتربط ما بين مراكش الدار البيضاء وفاس والمحطات اللي جات على هذا المحور كاملين. اييه كاملين. قطارات الاطلس هي جميع القطارات اللي غتربط الدار البيضاء بمراكش والدار البيضاء بفاس، بحيث بانه التثنية الكاملة ما بين الدار البيضاء ومراكش يمكن اننا نربحوا ساعة في المدة ديال السفر بين الدار البيضاء ومراكش، وبالتالي في السياق ديال القطار فائق السرعة البراق هناك هذا المنتوج اللي هو الأطلس اللي في هذه المحاور واللي غيكون في مواصلة مع البراق واللي غادي نطبقوا فيه نفس المنظور ديال السفر، لا فيما يخص الحجز لا فيما يخص مستويات مختلفة ديال التعريفة، واللي فيها واحد النوع من المرونة مع ربح ساعة. غتكون هناك بعض التعريفات اللي هي بعض الأثمنة اللي هي أقل من الثمن الحالي اللي المسار فيه 3 ساعات و40 دقيقة، دونك غتكون 2 ساعات و30 دقيقة، والمرونة في التعريفة على أساس بأن جميع الشرائح تلقى التعريفة اللي تناسبها، وكذلك كل ما طبق في البوراق بالنسبة للتخفيضات ولا بالنسبة للأطفال كذلك سيطبق في الأطلس. إذا البيع افتتاح البيع لا في البوراق ولا في القطار الأطلس غيتم ابتداء من غدا الجمعة إن شاء الله، والتشغيل ديال الاطلس والبراق غيكون ابتداء من 26 في نوفمبر ابتداء من الاثنين، وبالتالي فجميع المشاريع على ديال المحطات لا ديال التثنيه لا التثليت اللي سيدنا الله ينصرو عطى العمل بالانطلاق التجاري ديالهم يوم السبت الماضي، غيدخلوا الكل غيدخل في حيز التشغيل ابتداء من يوم الاثنين بمواقيت جديده للقطارات اللي غتمكن اننا نربحوا ساعه ما بين الدار البيضاء ومراكش. كذلك غادي نرجعوا للمده ديال زمن السفر ديال 55 دقيقه ما بين الدار البيضاء الرباط، اذا ابتداء من 26 نوفمبر الاثنين ان شاء الله غادي يكون هناك مواقيت جديده اللي كتخص جميع القطارات وكتخص جميع المحاور. Et puis tout cela, donc les changements, ils impactent les habitudes de voyageurs. دابا المسافر ما بين نبريسيزي بعدا في الاول ان هذا الاطلس هو كاع الترانات اللي غادي تكون ما بين كازا مراكش وما بين كازا فاس حتى هي. دونك وهذا النظام الجديد ديال الاطلس كيرتكز على ثلاثه ديال الاسس. اولا الاسعار فهي مختلفه كيف شفنا في النظام ديال اسعار البراق، نفس الشيء سي لو ميم برانسيب نفس الشيء، يعني ما بين باغ اكزومبل كازا مراكش يعني المسافر ما يبقاش يلقى ثمن واحد، غادي يختار ما بين ثلاثه ديال الاثمنه، غادي يختار على حسب شنو، على حسب الوقت اللي كيسافر فيه ياك، وغادي يختار على حسب الوقت اللي شرى فيه التذكره ديالو، وكذلك على حسب لي زوبسيون ديال الفليكسيبيليتي المرونه اللي غادي ياخذها كيف سرت في لا بريزونطاسيون. اذا القاعده ديال هذا النظام الجديد ديال الاسعار هي انك تحجز بكري باش تشري بالرخاء. ديال الاسعار كاين ثلاثه ديال الاسعار ما بين كازا مراكش باغ اكزومبل، الفواياجور دابا اكطويلمون بهذا النظام اللي كاين دابا كيخلص 95 درهم ما بين كازا مراكش في 3 سوايع 45 دقيقة، مع نهار 26 نوفمبر نهار الاثنين كازا مراكش غادي تولي في 2 ساعة و35 دقيقة، والفواياجور يقدر ياخذ البيي ديالو ب 87 درهم يعني رخص من الثمن اللي هو كيخلصو دابا. من بعد كاين 110، المهم هاد لو ديتاي راه كان في لا بريزونطاسيون ديال لي 3 نيفو تاريفير. اذا لا كومبوزون الثانيه المهمه في العرض الاطلس هي لا ريزيرفاسيون، الحجز اللي كيولي ضروري كذلك في الدرجه الثانيه. اوجوردي المغاربه المسافرين عارفين بان الحجز كاين في الدرجه الاولى، كتمشي عندك البي ديالك بالرقم ديال المقعد. نهار الاثنين ان شاء الله في هذه القطارات هذا الدرجه الثانيه كذلك غادي تولي مرقمه، يعني ان المسافرين غادي يبقاو يسافروا في البلايص ديالهم مرقمين. نظام كذلك ديال الاسعار فهو
كيجيب اثمنه مناسبه بالنسبه لجميع الفئات ديال المسافرين. كاين بالنسبه للطلبه اللي كيستافدوا من 30 كيستافدوا من 30% على ديال التخفيض. بالنسبه للاطفال كذلك هذه واحد النقطه مهمه، ان الطفل عنده 30% على سعر التذكره اللي الى فقت واحد الثمن اللي هو بلافون ديال 50 درهم كيخلص غير 50 درهم. يعني هذا الشيء بالنسبه للبراق ولا بالنسبه لقطارات الاطلس. اذا على قطارات الاطلس سوبوزو خدينا من فاس حتى لمراكش، يعني الطفل غادي يخلص 50 درهم في الدوزيام كلاس و80 درهم في الدوزيام كلاس. يعني هذا هو حافز مشجع بالنسبه للعائلات باش يسافروا مجموعين. كذلك كاين اسعار بالنسبه للمجموعات ديال 15% بالنسبه للناس الكبار من 60 سنه ما فوق، كذلك 15%. اذا كلها كنحاولوا هذا دونك هذا النظام الجديد فهو كذلك يجيب هاد التخفيضات باش يلائم كاع الاحتياجات ديال جميع الفئات المسافرين. عروض جديده قريبا باش ترضي الزبناء ديالها. هاد العروض غادي تغير طريقه السفر وغادي تمثل في نظام جديد فيه اسعار مرنه وفيه ريزرفاسيون في الدرجه الاولى والثانيه. هاد النظام غادي يبدا خلال شهر نوفمبر على قطارات فاس الدار البيضاء مراكش وعلى القطارات الفائقه السرعه.